الجو هدى الظاهر. انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان ده وحديهم في ليله حلوه زي دي. ها صباح الخير. انا بقول برضو ما يصحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي. اتفضل. اقسم بالله انا شرعك يا محسن يا الداوي. لا مؤاخذه يعني يا باشا، ما عرفتكش بالعيله. ده الحاج شبانه ابويا. اهلا الحاج. والحاجه طبعا. اهلا الحاج. ودي اختي. اهلا وسهلا. وده جوز اختي. ده جوز اختك؟ اه. شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت اختي. والواد ده بقى اشرف اخويا الصغير. اخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بألف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله. اتفضل يا حاج. يلا يا ولاد يلا يا ولاد يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل. طب يلا بدرية. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ ها؟ مش هشوف مصلحتك؟ يلا قول. وبقول لك ايه؟ ها؟ اه 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 وبعدين عرفنا و ها؟ يلا 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 يلا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط. احنا مش مخطوبين لبعض. يا مؤاخذة يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكره يا محسن بيه، اصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوه. اه معلش، خد يا عم شبانه تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعال خد. الحبايه الزرقاء. ايوه الحبايه الزرقاء. اه يبقى ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خليها نروق. الراجل قرقش ال كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اتجوز رأفت وقبضتها الاول. ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج. ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بينده عليكي. حاضر. عايز صايه. عايز ايه؟ صايه. وانت هتتطير علينا؟ روح اتطير في الحمام اجري، ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسه تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف، ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت. يا ليل يا عيني، يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو اللي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك، ولا فيش كوين غير بصك من الشبابيك.
جهداوي بعيدك على عيني. فين ترخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله بستين نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجة خش البيت اللي جوه دي، اقعدي معاها شوية عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجأة اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان أول مرة أمسك إيديها. هو أنت طول التسع سنين خطوبة ما مسكتش إيديها؟ ما أنا ما كانش ينفع أمسك إيديها سيادتك، افرض مسكت إيديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت أسيبها كده ممسوك إيديها تتلطم في الدنيا؟ آه فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحدة ممسوك إيديها قبل كده. اسمع، أنت سيبك من إيديها خالص، اعتبر إن ملهاش إيدين، الليلة دي ليلة الدخلة مش ليلة الإيدين. يعني نسيبنا من إيدينا خالص؟ سيبكم من إيديكم، أنتوا هتمشوا على السلك. سيبك من إيديها، هي إيدك أنت هي اللي تبقى شغالة. يا هبلة، ده جوزك حلالك. ما أنا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني أنت عايزة تفهميني تسع سنين ما مسكش إيدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما عملش أي حاجة؟ أنا لا والله عمري أبدا. جاتك خيبة، جاتك نيلة يا هبلة. عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضان كده على طول. على طول ازاي؟ لازم يسخن الاول، ها؟ يدخلها في المود، تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على ها؟ على اي حته يعني، ها؟ انت مستلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه، الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري، بصات ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرامه يا باشا؟ حرمت عليك عيشتك اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انت. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه داري كده؟ هو انا داري كده؟ طب هايفه وشاجي، ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجه في الاوضه، وانت هات هاني اقعد بره هنا، شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطر الاوضه على الفاضي. ها بص، اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموالده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وبعت لي تهاني، هي ليله سودا. رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع في اجر. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت، مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه، زي ما فهمت. حاضر، يلا يلا يلا. اوعى تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده، لو خدت الشريط كله هتجيب عيال دلوقتي. ها؟ وبعدين يعني شويه لعب في الاول، ها؟ ايد بطاله وايد شغاله، يعني مش خد بالك؟ تهاني بصي بصي يا حبيبتي، انت كلي كلي انت كشي اللي هو انتوا الاثنين، يعني هي تعمل لك كده انت تعمل لها كده، انت خد بالك؟ انت كده انت كده ريري انت كده. تعمل ايه؟ سخنة سخنة قوي، ها؟ كله تمام دلوقتي وكله ايه؟ ها؟ قلصت يعني، ها؟ ايوه يا باشا، ابن حلال مصفي، انا في بقى تاتا،
وبتحضر فرح رأفت على تهاني وما تقدرش تنزل عشان في ضرب نار تحت. بس ما تقلقش، الحكاية دي هتنتهي دلوقتي حالا. بس انا كنت عايزك في موضوع كده 5 دقايق مش اكتر. حاضر يا باشا، حاضر. خلاص الدولة هتخلص كل حاجة تحت واحنا ايه نروح بقى. وقت يا جناوي، نعيدك على ايدي، تعالى. انت قلت لها ايه؟ انا ما قلتش كده خالص. هي دماغتهم بقت عامله كده ليه؟ ضربت الهداوي، مش هسيبك يا هداوي، مش هسيبك يا هداوي، اقسم بالله ما هسيبك يا هداوي. بتتعامل بالحكومه، خليها تنفعك. اوعى، مش هسيبك يا هداوي. خلاص يا ولي، خلاص يا وليا، كفاية كده قوي. احنا كنا فين؟ ده كده رضا قوي. عايزك تسمعي المنطقة ان احنا جامدين قوي. ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي. مساء الفل. مفيش فل، مفيش فل، مش هسيبك، مش هسيبك يا محسن يا هداوي. خير يا باشا؟ أول مرة أدخل على سعادتك لا تقولي بفكر في إيه ولا جاي ليه. حسك في الدنيا يا باشا؟ لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه. خير يا باشا؟ أقعد. أولاً أحب أبشرك بأن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفذ وبمنتهى السرعة. ربنا يخليك لينا يا باشا ويخلي لك بوبس. المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك. ده تؤمر. بالنسبة لمسألة الجواز، احنا نرى انها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي. احنا نرى؟ مين احنا نرى دول يا باشا؟ الدولة. الدولة هي اللي مش عايزة؟ انت عارف ان لطفي ألماظ واحد من اكبر رجال الاعمال اللي موجودين في البلد. الراجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما تأخر عنها ابدا. هو حاليا مترشح لمنصب مهمة قوي في الحكومة. الراجل جالي وشرح لي الموقف، قال لي انه كان عايز يتجوز مهاجر نشار وانه تقدم لها وكانت موافقه لغايه ما ظهرت انت. بقى انت عارف ان له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش اي اجراء قانوني ضدها. احنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول ان محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل، وان لطفي ألماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته، وإن مهجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا إيه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا، ورأيي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا زومبي، انا هتجوز مهجة غصب عن عين ام الدولة. قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مرة ما ردتش علي. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجة؟ ايوه يا راجل. انا كنت واثقة انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها،
لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا. اصله لما عرف الحقيقه بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا سايب البلد كلها. كله عشان اتجوز لطفي الماظ مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني، انا حسبتها علشانك انت. انا جيت بوصل لك كل حاجه. انا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجة، الدولة لسه نايمة ما صحيتش، خليني أطلع منها على خير. رجلي على رجلك. أنا رايح لندن. هاجي معاك بس وأنا مراتك. محسن بيه هنداوي، اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضوريًا على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سيبي، مش منتجع سياحي، دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم بلازمات لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله، الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح؟ نعم، اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم. يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن. أنا ليا 80 مرة. إحنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مرة على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. أنا هوقف إيه؟ ما أنا عندكم. أنت بتقول إيه؟ ده سجن محترم مش شقة مفروشة. طيب أنا بحملكم المسؤولية كاملة. أنا هبلغ جميع جمعيات حقوق الإنسان. هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الرأي. مين؟ سجناء الرأي. هوصلها للأمم المتحدة. هبلغ اوباما شخصيا. حرام حرام عليكم. انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعداديه. ايه؟ حرام من ايام ما كنت في الاعداديه. ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت. بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده؟ تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجة في الشؤون القانونية. انا ليه الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك. لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوانة والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابة بالافراج. وموجة خرجت بالسلامة النهاردة الصبح، ورايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم. عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. ها
ظهر انها تسويه شغل. كان لازم الدوله تعمل كده كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديه بتاثر على الصلاحيه في السكاتس. هو هنا اجتماع اللجنه؟ هو هنا اجتماع اللجنه؟ لا هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موج هانم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ مش نظام. النظام اتغير. نظام بيع عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث، الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى الله، إحنا نرى برضو. إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الأمور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ أيوة، باسم ابني. باسم. بوبس.